لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على الرافضي في قوله عن الحسن والحسين: وجاهد في الله حق جهاده حتى قتلا، يقول: فهذا كذب عليهما، فإن الحسن تخلى عن الأمر وسلمه إلى معاوية ومعه جيوش العراق، وما كان يختار قتال المسلمين قط، وهذا متواتر من سيرته. هذا من أقوى الحجج عليهم، أن الحسن بويع له بالخلافة وصار خليفة ومعه جيوش مئات الألوف من أهل العراق، كتائب كما في البخاري أمثال الجبال. و لما رسله معاوية في الصلح قبل مباشرة وتنازل عن الخلافة، فلو كان إماما منصوصا عليه كيف أقبل ومعه كل هذه الجيوش أن يتنازل عن الخلافة، إذا كانت الإمامة ركن الدين السادس بل مقدمة عندهم بعد النبوة مباشرة، بمعنى أن من لم يعرف إمامه فهو كافر أو ضال. فكيف يقبل الحسن أن يعلن أمام الناس أن الخليفة هو معاوية؟ كيف يضللهم؟ كيف يجعلهم في حياته ينحرفون عن إمام الحق إلى إمام الضلالة؟ لو قالوا تقية كيف وهو معه كل الجيوش، أعداد هائلة. عشان كده ده متواتر فعلا، هم لا يستطيعون إنكاره. وأما موته فقد قيل إنه مات مسموما، وهذه شهادة له وكرامة في حقه، لكن لم يمت مقاتلا. احنا طبعا ما ثبتش إن الحسن مات مسموما، هذه روايات مذكورة في كتب السيرة، يزعمون أن معاوية هو الذي دس عليه من يدس له السم، ولكن هذا يحتاج إلى نقل صحيح وليس مجرد أخبار، والمؤامرات الادعاءات فيها أكثر من أن تحصى. ولا يجوز أن يتهم صحابي جليل كمعاوية رضي الله عنه بأنه سمى الحسن دون بينة أو اعتراف. يقول: والحسين رضي الله عنه ما خرج يريد القتال أول ما خرج، بل خرج للبيعة. يقول: ولكن ظن أن الناس يطيعونه. يعني هو ما كانش في عدة قتال، ده واحد 70 واحد مش خارج في جيش، لكن خرج ليبايعه أهل العراق فخانوه وأسلموه لأعدائه، وعرض عروضا على قائد الجيش الذي كان يحاصره فأبوا إلا أن يستسلم لهم، وعلم أنه مقتول، فآثر أن يقتل يعني بكرامة بدلا من أن يقتل أسيرا. يقول: والحسين رضي الله عنه ما خرج يريد القتال، ولكن ظن أن الناس يطيعونه، فلما رأى انصرافهم عنه طلب الرجوع إلى وطنه أو الذهاب إلى الثغر أو إتيان يزيد. طلب أن يأتي يزيد يضع يده في يده ينصحه ويكون معه في بيعته، فلم يمكنه أولئك الظلمة لا من هذا ولا من هذا ولا من هذا، وطلبوا أن يأخذوه أسيرا إلى يزيد، فامتنع من ذلك وقاتل حتى قتل مظلوما شهيدا. لم يكن قصده ابتداء أن يقاتل، يقول إيه قاتل أو جاهد حتى قتل، وفي الحقيقة لم يكن يريد القتال وإنما أراد
أن تتم له البيعة ليصلح الأمر وقتل مظلوما شهيدا كما ذكر شيخ الإسلام. يقول: وأما قوله عن الحسن إنه لبس الصوف تحت ثيابه الفاخرة، ده بناء على أن فضيلة في لبس الإيه؟ الصوف عشان خشن، وأنه كان بيلبس قدام الناس هدوم يعني فاخرة جدا، وهو يظهر وهو في حقيقته يتحمل الخشن زهدا في الدنيا. يمكن الدنيا كانت ساعة الله أعلم، عشان كده كان بيلبس حاجة إيه. يقول: فهذا من جنس قوله في علي إنه كان يصلي ألف ركعة، فإن هذا لا فضيلة فيه وهو كذب، وذلك أن لبس الصوف تحت ثياب القطن وغيره لو كان فاضلا لكان النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته إما بقوله أو بفعله، أو كان يفعله أصحابه على عهده. دلوقتي الصوف بقى غالي جدا، يعني الناس دلوقتي يعني الصوف الإنجليزي ده مثلا حاجة إيه من أغلى الأقمشة، يعني اللي عايز يتفاخر يلبس الصوف الإنجليزي. لكن هي قضية جهالة ان واحد يعتقد ان فضيلة لبس الايه الصوف او قضية لبس الخشن. لا، الانسان يعني لم يرغب في نوع معين من الثياب، انما نهي عن ثوب الحرير، غير ذلك ليس عليه لا فضيلة ولا مذمة. قال يقول: لو كان فاضلا لكان النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته إما بقوله أو بفعله، أو كان يفعله أصحابه على عهده، فلما لم يفعله هو ولا أحد من أصحابه على عهده ولا رغب فيه دل على أنه لا فضيلة فيه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لابس في السفر جبة من صوف فوق ثيابه لأجل الحاجة إلى ذلك. وأما الحديث الذي رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يوما الحسين على فخذه الأيمن وولده إبراهيم على فخذه الأيسر، فنزل جبريل وقال: إن الله تعالى لم يكن ليجمع لك بينهما فاختر من شئت منهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الحسن بكيت أنا وعلي وفاطمة. الحسين قال: إذا مات الحسين بكيت أنا وعلي وفاطمة، وإذا مات إبراهيم بكيت أنا عليه، فاختار موت إبراهيم فمات بعد 3 أيام. وكان إذا جاء الحسين بعد ذلك يقبله ويقول: أهلا ومرحبا بمن فديته بابني إبراهيم. فيقال هذا الحديث لم يرويه أحد من أهل العلم، ولا يعرف له إسناد، ولا يعرف في شيء من كتب الحديث، وهذا الناقل لم يذكر له إسنادا ولا عزاه إلى كتاب حديث، ولكن ذكره على عادته في روايته أحاديث مسيبة بلا زمام ولا خطام. عادتهم وعادة الصوفية وعادة أهل البدع رواية الأحاديث بلا أسانيد، أحاديث باطلة وحكايات، ودور بقى ولن يجد الإنسان في كتب أهل العلم مثل ذلك. قال: ومن المعلوم أن المنقولات لا يميز بين صدقها وكذبها إلا بالطرق الدالة على ذلك، وإلا فدعوى النقل المجرد بمنزلة سائل الدعاوى. يقولك نقل، فين الدليل؟ أي زي أي واحد قال لك هو الحكم كده، دعوى فلان هو اللي سرق، جيب الدليل. دعوى في كل الأمور لابد فيها من دليل. طب إذا كان شيء بلا إسناد أصلا يبقى حديث باطل وموضوع. يقول: ثم يقال: هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وهو من أحاديث الجهال، فإن الله تعالى ليس في جمعه بين إبراهيم والحسين أعظم مما في جمعه بين الحسن والحسين على مقتضى هذا الحديث. يعني مش فضل الحسن والحسين أحياء، طب ما كده جمع الله له إيه
ابنيه الحسن والحسين. يقول: فإن موت الحسن أو الحسين إذا كان أعظم من موت إبراهيم فبقاء الحسن أعظم من بقاء إبراهيم. يبقى ما كان الله ليجمع لك بينهما، طب ما جمع بينهما، ما هو أفضل على قولكما. يقول: وقد بقي الحسن والحسين في الكلام على زين العابدين والباقر والصادق. يقول: أما علي ابن الحسين فمن كبار التابعين وساداتهم علما ودينا. قال يحيى بن سعيد: هو أفضل هاشمي رأيته في المدينة. وقال محمد بن سعد في الطبقات: كان ثقة مأمونة كثير الحديث عاليا رفيعا. وروى عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: سمعت علي بن الحسين وكان أفضل هاشمي أدركته يقول: يا أيها الناس أحبونا حب الإسلام، فما برح بنا حبكم حتى صار عارا علينا. ده يعني اللي بيحب آل البيت بقى عار على آل البيت عشان الغلو، عشان الجهالة التي عليها الرافضة وشيعة أهل البيت، غلوهم فيهم صار الحب إيه؟ عارا عليهم. يعني يقول: أما ما ذكره ذاك يأمرهم بأن يحبوهم حب الإسلام، الحب في الله عز وجل. وأما ما ذكره من قيام 1000 ركعة فقد تقدم أن هذا لا يمكن إلا على وجه يكره في الشريعة أو لا يمكن بحال. يا إما مش ممكن يخلص من الضحى للفجر للظهر 1000 ركعة، يا إما إيه؟ يا إما إن هو يقوم بقى نقر أشد من نقر الغراب. يقول: فلا يصلح ذكر مثل هذا في المناقب، وكذلك ما ذكره من تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم له سيد العابدين هو شيء لا أصل له، ولم يرويه أحد من أهل العلم والدين. هو زين العابدين لقب مشهور به رضي الله عنه من كثرة عبادته. يقول: وكذلك أبو جعفر محمد ابن علي هو الباقر من خيار أهل العلم والدين، وقيل إنما سمي الباقر لأنه بقر العلم لا لأجل بقر السدود جبهته، وأما كونه أعلم أهل زمانه فهذا يحتاج إلى دليل، والزهري من أقرانه وهو عند الناس أعلم منه. ونقل تسميته بالباء ونقل تسميته بالباقر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أصل له عند أهل العلم، بل هو من الأحاديث الموضوعة. وكذلك حديث تبليغ جابر له السلام من النبي عليه الصلاة والسلام هو من الموضوعات عند أهل العلم بالحديث. طبعا أبو جعفر محمد بن علي الباقر هو أحد رواة الأحاديث من رجال مسلم، روى الحديث المشهور عن جابر بن عبد الله في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه وهو أخذه عنه وهو غلام شاب. هذا يدل على حب أهل البيت للصحابة رضي الله عنهم وأخذهم العلم عنهم وترضيهم عليهم، فالحديث في صحيح مسلم يبين كل ذلك. يقول: وجعفر الصادق رضي الله عنه هو من خيار أهل العلم والدين. قال عمرو بن أبي المقدام: كنت إذا نظرت إلى جعفر ابن محمد علمت أنه من سلالة النبيين. وده يعني الذي تنتسب إليه الشيعة الرافضة يقولون الجعفرية الإمامية، وهو من أئمة أهل السنة والجماعة. يقول: أما قوله اشتغل بالعبادة عن الرياسة فهذا تناقض من الإمامية، لأن الإمامة عندهم واجب عليه أن يقوم بها وبأعبائها، فإنه لا إمام في وقته إلا هو على زعمهم يعني. فالقيام بهذا الأمر العظيم لو كان واجبا لكان أولى من الانشغال بنوافل العبادات. طب إزاي هو يترك الوظيفة
التي لا يتحقق إيمان الناس إلا بها. إزاي سيبهم وما بينش الإمامة دي ويمارسها؟ وإشمعنا بقى اسمها رئاسة؟ المفروض أن اسمها إيه؟ إمامة، من أعظم الوظائف. سبحان الله، ما فيش يعني أجهل ولا أغبى من هؤلاء. يعني أنت بتمدحه وترك الرئاسة وتقول اعتقاد إمامته فرض في الدين، لا يثبت الدين لمن لم يعتقد ذلك. طب ما طالما حاجة هو تركها يبقى احنا نتركها احنا كمان. يقول: وأما قوله إنه هو الذي نشر فقه الإمامية والمعارف الحقيقية والعقائد اليقينية، فهذا الكلام يستلزم أحد أمرين: إما أنه ابتدع في العلم ما لم يكن يعلمه من قبله، وإما أن يكون الذين قبله قصروا فيما يجب عليهم من نشر العلم. يعني في الحقيقة هو ده انفرد به، اخترعه. يعني يقول هو الذي نشر فقه الإمامية، اللي قبليه ما نشرهوش، يبقى فقه الإمامية كان ايه؟ كانش موجود، مش كده؟ وذلك أن الذين قبله قصروا في نشره. هل يشك عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته المعارف الحقيقية والعقائد اليقينية أكمل بيان، وأن أصحابه تلقوا ذلك عنه وبلغوه إلى المسلمين؟ وهذا يقتضي القدح إما فيه وإما فيه. لو هو اللي نشر العقائد اليقينية والمعارف الحقيقية، يبقى اللي قبليه يا إما هم المذمومين يا إما هو اللي مذموم. يقول: بل كذب على جعفر الصادق أكثر مما كذب على من قبله، فالآفة وقعت من الكذابين عليه لا منه، ولهذا نسب إليه أنواع من الأكاذيب، مثل كتاب البطاقة وكتاب الجفر وكتاب الهفت والكلام في النجوم. الجفر ده علم يزعمونه لآل البيت يتكهنون فيه بأمور مستقبلية، ينسبون لهم علم الغيب من خلال ما يسمى بإيه؟ بالجفر. وعلم النجوم طبعا ده معلوم انه هذا من علوم الكهانة، واما الهفت فكتاب لا اعرفه. يقول في الكلام على موسى بن جعفر الكاظم: واما من بعد جعفر فموسى بن جعفر قال فيه ابو حاتم الرازي: ثقة صدوق امام من ائمة المسلمين، من ائمة اهل السنة. قلت: موسى ولد بالمدينة سنة 24 و100، وأقدمه المهدي إلى بغداد، المهدي العباسي، ثم رده إلى المدينة وأقام بها أيام الرشيد، فقدم هارون منصرفا من عمره فحمل موسى معه إلى بغداد وحبسه بها إلى أن توفي في محبسه. وأما من بعد موسى فلم يؤخذ عنهم من العلم ما يذكر به أخبارهم ما يذكر به أخبارهم في كتب المشهورين بالعلم وتواريخهم، ولا لهم في التفسير وغيره أقوال معروفة، ولكن لهم من الفضائل والمحاسن ما هم له أهل رضي الله عنه. وموسى بن جعفر مشهور بالعبادة والنسك. وأما الحكاية المذكورة عن شقيق البلخي، أقول: خرجت حج سنة 49 و100، فنزلت القادسية فإذا شاب حسن الوجه شديد السمرة قد جلس منفردا عن الناس، فقلت في نفسي: هذا الفتى من الصوفية يريد أن يكون كلا على الناس، والله لأمضين أقول عليه ثياب صوف، والله لأمضين عليه وأبخه. فدنوت منه، فلما رآني مقبلا قال: يا شقيق اجتنب كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. فقلت في نفسي: هذا عبد صالح قد نطق على ما في خاطري لألحقنه. المهم قصة بقى في ذلك أنه فيها، فقلت: هذا من الأبدال قد تكلم على ما في سري مرتين.
بيقول الحكاية المذكورة عن شقيق البلخي فكذب، فإن هذه الحكاية تخالف المعروفة من حال موسى بن جعفر، كانش يعني بيلبس الصوف ولا حاجة. وأما قوله تاب على يديه بشر الحافي فمن أكاذيب من لا يعرف حاله، من لا يعرف حاله حاله حال بشر. فإن موسى بن جعفر لما قدم به الرشيد إلى العراق حبسه، فلم يكن ممن يجتاز على دار بشر وأمثاله من العامة. فصل في الكلام على علي بن موسى الرضا، وموسى بيسموه الكاظم. قال الرافضي: وكان ولده علي الرضا أزهد أهل زمانه وكان أعلمهم، وأخذ عنه فقهاء الجمهور كثيرا، وولاه المأمون لعلمه بما هو عليه من الكمال والفضل. ووعظ يوما أخاه زيدا فقال: يا زيد، ما أنت قائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سفكت الدماء وأخذت الأموال من غير حلها وأخفت السبل وغرك حمقى أهل الكوفة؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار. وفي رواية: إن عليا قال: يا رسول الله، لما سميت فاطمة؟ قال: لأن الله فطمها وذريتها من النار. فلا يكون الإحصان سببا لتحريم ذريتها على النار وأنت تظلم، والله ما نال ذلك إلا بطاعة الله. فإن أردت أن تنال بمعصية الله ما نال بطاعته، إنك إذن لأكرم على الله منهم. يقول: وضرب المأمون اسمه على الدراهم والدنانير، وكتب إلى أهل الأفاق ببيعته، وطرح السواد ولبس الخضرة. السواد اللي هو شعار بني العباس. وقيل لأبي نواس: لما لا تمدح الرضا؟ فقال: قيل لي: أنت أفضل الناس طرا في المعاني وفي الكلام البديه، لك من جوهر الكلام بديع يثمر الدر في يد مجتبيه، فلماذا تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه؟ قلت: لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادما لأبي. فيقال: من المصائب التي بتلي بها ولد الحسين انتساب الرافضة إليهم وتعظيمهم ومدحهم لهم، فإنهم يمدحونهم بما ليس بمدح، ويدعون لهم دعاوى لا حجة لها، ويذكرون من الكلام ما لو لم يعرف فضلهم من غير كلام الرافضة لكان ما تذكره الرافضة بالقدح أشبه منه بالمدح. فإن علي ابن موسى له من المحاسن والمكارم المعروفة والممادح المناسبة لحاله اللائقة به ما يعرفه بها أهل المعرفة. وأما هذا الرافضي فلم يذكر له فضيلة واحدة بحجة. يقول: أما قوله إنه كان أزهد الناس وأعلمهم فدعوى مجردة بلا دليل، فكل من غلا في شخص أمكنه أن يدعي له هذه الدعوة أنه أزهد الناس وأعلمهم. والناس يعلمون، كيف والناس يعلمون أنه كان في زمانه من هو أعلم منه ومن هو أزهد منه، كالشافعي وإسحاق ابن راهويه وأحمد ابن حنبل وأشهب ابن عبد العزيز وأبي سليمان الدارني ومعروف الكرخي وأمثال هؤلاء. إن في باب العلم أو في باب الإيه؟ الزهد. وأما قوله إنه أخذ عنه فقهاء الجمهور كثيرا، فهذا من أظهر الكذب. هؤلاء فقهاء الجمهور المشهورون لم يأخذوا عنه ما هو معروف، وإن أخذ عنه بعض من لا يعرف من فقهاء الجمهور فهذا لا ينكر، فإن طلبة الفقهاء قد يأخذون عن المتوسطين في العلم ومن هم دون المتوسطين. وما ذكره بعض الناس من أن معروفا الكرخي كان خادما له، وأنه أسلم على يديه، وأن الخرقة متصلة به، خرقة الصوفية،
متصلة منه إليه، فكله كذب باتفاق من يعرف هذا الشأن. والحديث الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم عن فاطمة هو كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث، ويظهر كذبه لغير أهل الحديث أيضا. فإن قوله إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار يقتضي أن إحصان فرجها هو السبب لتحريم ذريتها على النار، وهذا باطل قطعا، فإن سارة أحصنت فرجها ولم يحرم الله جميع ذريتها على النار. يعني إن تحصيل الفرج سبب لعصمة الذرية من النار. طب سارة زوجة إبراهيم اللي هي هيكون نسلها مين؟ كل بني إسرائيل، منهم ناس كفرة لا يحصون وأفسدوا في الأرض وعلى علوا كبيرة، كل دول ذرية مين؟ سارة التي أحصنت فرجها. يبقى هذا ليس سببا لعصمة كل الذرية من النار. يقول أيضا فتسمية جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمية جبريل رسول الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم خادما له عبارة من لا يعرف قدر الملائكة، اللي هو شعر أبي نواس يقول كان جبريل خادما لأبيه. ده كلام، ده كان معلما لأبيه. اللفظ ده ليس لفظا إيه عند أهل العلم، لا يعرف قدر الملائكة وقدر إرسال الله لهم إلى الأنبياء، لكن الرافضة غالب حججهم أشعار تليق بجهلهم وظلمهم، وحكايات مكذوبة تليق بجهلهم وكذبهم، وما يثبت أصول الدين وما يثبت أصول الدين بمثل هذه الأشعار إلا من ليس معدودا من أولي الأبصار. سبحان الله. قال فصل في الكلام على محمد الجواد. قال الرافضي وكان ولده محمد ابن علي ابن موسى علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي. يبقى ده نمرة كام؟ اول واحد علي، ثاني واحد الحسن عندهم يعني، ثالث واحد الحسين، رابع واحد زين العابدين، خامس واحد الصادق الباقر، السادس الباقر، السابع موسى الكاظم، الثامن علي ابن موسى، علي ابن موسى اللي هو الرضا، علي الرضا، علي ابن موسى الرضا، التاسع علي محمد الجواد، علي التاسع محمد الجواد، صح كده؟ تهدوش معايا ليه؟ قال الرافضي وكان ولده محمد بن علي الجواد على منهاج أبيه في العلم والتقى والجود، ولما مات أبوه الرضا شغف بحبه المأمون لكثرة علمه ودينه. طبعا الحاجات القصص بقى اللي كتبها ان هو كتب إلى أهل الأفاق ببيعته، الكلام ده كلام لا يثبت. معلوم ان المأمون يعني بعده كان المعتصم، ابنه المعتصم، وليس ايه، وليس موسى الرضا واخد له البيعة قبل ذلك. وأيضا ان المأمون كان من اهل البدع وشر من يعني ابتدع في الدين بكلام المعتزلة فرضه على الناس، فالمأمون كان من شر الناس، فكيف يتمدح بأنه يفعل ذلك؟ هل يكون هذا مدحا لل يعني اللي هو علي بن موسى الرضا؟ فيقول لما مات أبوه الرضا شغف بحبه المأمون لكثرة علمه ودينه وفور عقله مع صغر سنه، وأراد أن يزوجه ابنته أم الفضل، وكان قد زوج أباه الرضا عليه السلام بابنته أم حبيب، فغلظ ذلك على العباسيين واستنكروه،
وخافوا أن يخرج الأمر عنهم منهم وأن يبايعه كما بايع أباه، فاجتمع الأدنون منهم وسألوه ترك ذلك، وقال إنه صغير السن لا علم عنده، فقال أنا أعرفكم، أنا أعرف منكم به، فإن شئتم فامتحنوه، فرضوا بذلك، وجعلوا للقاضي يحيى بن أكثم مالا كثيرا على امتحانه في مسألة يعرزه فيها، فتواعدوا على إلى يوم وأحضره المأمون، وحضر القاضي وجماعة العباسيين، فقال القاضي أسألك عن شيء، فقال ويقول عليه السلام سل، فقال ما تقول في محرم قتل صيدا؟ فقال له قتله في حل أو حرم، عالما كان أو جاهلا، مبتدئا بقتله أو عائدا، من صغار الصيد كان أم من كبارها، عبدا كان المحرم أو حرا، صغيرا كان أو كبيرا، من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها؟ فتحير يحيى بن أكثم وبان العجز في وجهه. يطلع قاضي إذا ليه ليسأل سؤال عن محرم قتل صيدا؟ دي يعني يقول حتى عرف جماعة أهل المجلس أمره، فقال المأمون لأهل بيته عرفتم الآن ما كنتم تنكرونه. ثم أقبل الإمام فقال أتخطب؟ قال نعم. فقال أخطب لنفسك خطبة النكاح. فخطب وعقد على 500 درهم جيادة كمهر جدته فاطمة رضي الله عنها، ثم تزوج بها ببنته يعني. والجواب أن يقال إن محمد بن علي الجواد كان من أعيان بني هاشم، وهو معروف بالسخاء والسؤدد، ولهذا سمي الجواد، ومات وهو شاب ابن 25، ولد سنة 95 ومات سنة 20 أو سنة 19، وكان المأمون زوجه بابنته. عايزين نعرف يا بنت المأمون دي شيعية رافضية؟ إذا كان كذلك فهل يتزوج كافرة مرتدة؟ يقول وكان المأمون زوجه بابنته، وكان يرسل إليه في السنة 1000 درهم، واستقدمه المعتصم إلى بغداد ومات بها. وأما ما ذكره فإنه من نمط ما قبله، اللي هو القصة بتاعت الأسئلة العجيبة دي، فإن الرافضة ليس لهم عقل صريح ولا نقل صحيح. ولا يقيمون حقا ولا يهدمون باطلا، ولا لا بحجة وبيان ولا بيد وسنان، فإنه ليس فيما ذكره ما يثبت فضيلة محمد بن علي فضلا عن ثبوت إمامته. فإن هذه الحكايات التي حكاها عن يحيى بن أكثم من الأكاذيب التي لا يفرح بها إلا الجهال، ويحيى ابن أكثم كان أفقه وأعلم وأفضل من أن يطلب تعجيز شخص بأن يسأله عن محرم قتل صيدا. يعني هي دي بقى اللي هتعجزه. فإن صغار الفقهاء يعلمون حكم هذه المسألة، فليست من دقائق العلم ولا غرائبه ولا مما يختص به المبرزون في العلم. واحنا كده عدينا غلط، عشان هو فضل على علي بن محمد الهادي ويقال له العسكري. ها؟ لا، ده لازم يكون 11، لان محمد بن الحسن العسكري هو اللي ايه المهدي المنتظر. العسكري ده اللي هو احنا قلنا اول واحد علي بن ابي طالب، والثاني الحسن، والثالث الحسين، والرابع علي زين العابدين، والخامس الباقر، والسادس جعفر، والسابع موسى الكاظم، والثامن علي الرضا، والتاسع علي الجواد محمد الجواد، وبعدين العاشر علي بن محمد الهادي. قال الرافضي كان ولده علي الهادي ويقال له العسكري، لأن المتوكل أشخصه إلى المدينة، من المدينة إلى بغداد، ثم منها إلى سر من رأى، فأقام بموضع عندها يقال له العسكر، ثم انتقل
إلى سر من رأى فأقام بها 20 سنة وتسعة أشهر، وإنما أشخصه المتوكل لأنه كان يبغض عليا رضي الله عنه، فبلغه مقام علي بالمدينة وميل الناس إليه فخاف منه، فدعا يحيى بن هبيرة وأمره بإحضاره، فضج أهل المدينة لذلك خوفا عليه لأنه كان محسنا إليهم ملازما للعبادة في المسجد. فحلف يحيى أنه لا مكروه عليه، ثم فتش منزله فلم يجد فيه سوى مصاحف وأدعية وكتب أهل العلم، فعظم في عينه وتولى خدمته بنفسه. نستكملها المرة القادمة إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.